بلاش كمان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيدنا رسول الله. اللهم انك الحمد كرمتنا بالعفو فاعف عنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وانعم واكرم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. حبيبتي نور عيني استغناش عنها ابد، الف سلام. حبيبتي نور عيني استغناش عنها ابد يا بابا، ربنا يجبر خاطر. اللهم صل وسلم ماما بابا ماما بابا ماما بابا اسمك. اللهم صل على الحبيب في الاولين وفي الاخرين. بارك الله في الخط اللي جه ولا لا؟ تكلمه حبيبتي تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب العالمين. اللهم اسألك التقوى من العالم على ما ترضى رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب العالمين. اللهم اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب العالمين. اللهم اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أرحمنا عافنا عافنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب العالمين يا رب. بارك الله فيكم جميعا، أصلح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعافنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويموت على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعاف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويموت على كل شيء قدير يا رب العالمين. يا رب اكبر خاطرك اجمعين واصلحوا العباد والبلاد يا رب العالمين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم اسالك التقوى من العمل ما ترضى يا رب. ربنا يعينك ويقويك فضيله الشيخ اصلح لكم بالكم. اللهم صل على الحبيب في كل وقت وكل حين وزمان ومكان. ان شاء الله محاضره اليوم نتكلم عن، اللهم صل وسلم نتكلم عن اللي انت عاوزاه قولي. محاضره مفتوحه. الأستاذة اللي كانت عاوزة تفسير حلم نفسر لها، اللي عاوز حاجة نعملها لها إن شاء الله، واللي عاوزة تشرح قصة إيه ولحد النهاردة. اليوم مفتوح. البرنامج مفتوح. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعاف عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نتكلم عن بر الوالدين. وسلم وبارك عليك حميد العشاء. بر الوالدين وما أدرك بر الوالدين. وقال تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا سبحانه وتعالى هو الله. واخفض لهما جناح من الرحمة وكل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ربنا يكبر خاطرك ست الكل، حرمش منك ابدا، اصلح لك بالك يا رب. الاحسان الوالدين مش بر بس، في احسان وفي اخلاص، في احسان وفي اخلاص. الشبكة عملت يا رب، اكرمنا بالقران واسترنا بالقران. وقال سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال له من احق الناس بحسن صحابتك؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. ثلاث مرات. اخر مره قال له ثم ابوك. يعني الأم ثلاثة والأب واحدة. سبحان الله، من فضل من اللي شالته واللي شافته ربنا يكرمهم. اللهم اكرم والدي واجعل والدي في العليين وفي الفردوس الأعلى، واجعلهم يطوفون في البيت المعمر كما تطوف مع ملائكة النور يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، العزة لله يا رب. بارك الله في الدكتور عبد الموجود في تبعي في مشرف العهد، الناس حاله يا رب اكبر خاطره.